السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نبيل معلول التونسي يدافع عن المدرب المنتخب الوطني الجزائري. قال لك يعرف خدمته، يعرف واش راه يدير، يعرف يدافع يعني وين بالكف. سبعة خدت عليه الصحافي اللي طرح له السؤال، كان سؤال مفخخ، لكن نبيل معلول عرف كيفاش خطك ما يجيري قاسك وزاد سبعة من وراح. حنا قبل نبداو الموضوع تاعنا جماعه، ماذا بكم ما تنساوش بارطاجونا الفيديو تاعنا، وما تنساوش هذيك حاجه وين على الاقل جماعه عاونونا بالجام نوصلوها الجام باش نسقطوا التبليغات. هذا وين تصيب تبليغات هذه؟ انا اللي راسي انا السينيال هذا تصيب على الطالب السينيال اللي معاهم، ولا والله راسي يضرني ولا تصيب على الطالب دائما يسينيالي يا عطال انا يا شادرت لك، انا قلت لك تمشي لعب ثاني، ولا تمشي لعب قلت لك تبليسه غاضتك النهار اللي هدرت قلت لهم راح البلد غير بلد، ما كانش كاع بلاد مصنوعه غاضتك. هون جا بين لك صحة تاع سليماني حبس مشي سينيالي، بس انت راك سينيالي راك سينيالي عيب عليك، تبع في واحد مقود عليه والله ما تربح، والله إصابة مور إصابة ما دامك سينيالي فيها، ما دام الإصابة تتبعو فيك النهار اللي تحبس يا عطال على السينيال الإصابة تحبسو عليك، انت سينيالي وانا يا ربي معايا دب للركابي. انا نقولها لك قلت اسفي شوبي في طول لا تريني تاشوبي بالسينياليني تحكم في ديك طاطاكم يقول لك عاوننا. المهم وين نبيل معلول يدافع عن المدرب المنتخب الوطني الجزائري الحاج فلاديمير، وين دافع نبيل معلول مدير الفني لنادي اتحاد العاصمه عن المدرب المنتخب الجزائري بخصوص قضيه عدم توجيه الدعوه للحارس اتحاد اسامه بن بوط للمشاركة في مباراتين غينيا الاستوائية وليبيريا في اختتام تصفيات كأس أمم إفريقيا، مؤكد بأن المدرب السويسري دائما على حق، وتعرض المدرب المنتخب الجزائري إلى انتقادات قوية مؤخرا بسبب عدم استدعائه للحارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط يعني للمشاركة في معسكر شهر نوفمبر، مفضل عليه الحارس العائد من الاعتزال أوكشدا صاحب 36 ربيع رغم مستويات جيدة للحارس نادي اتحاد العاصمة. وأسامة بن بوط يوم السبت في فوز اتحاد العاصمة على ضيفه شبيبة الثورة بهدفين دون رد لحساب المرحلة التاسعة من الدور الجزائري بعد أن صد ركلة الجزاء في اللقاء، كما لعب بن بوط الدور يعني مهم في تصدر فريقه لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة بعد أن شارك في 9 مباريات حقق خلال 8 يعني في حين تلقت شباكه هدف واحد فقط. وقال نبيل معلول خلال المؤتمر الصحفي والذي عقده بعد المباراة فريقه أمام شبيبة الثورة رد على السؤال حول عدم استدعاء المدرب لحارسه أسامة بن بوط، لقد تم طرح مثل هذه الأسئلة في العديد من المرات عندما كنت مدرب وطني لتونس والكوتيب والكويت وسوريا، لماذا هذا اللاعب ليس موجود ولم تم استدعاء لاعب اخر؟ يعني راك تشوف على بالك هو مدرب زي درب منتخبات كلش يعرف هذا الحوارات تاع وكل خطره يعاودوها له، عاودوها له الجايه بالبوط واحد قال لي بالبوط مع المدرب السابق عيط له، واه اللي عاقل عليها وين تعيط له. كان المنتخب كان الاتحاد العاصمه انذاك كان في تربص مغلق باش يلعبوا ضد الاهلي المصري كاس السوبر. اسمع معايا مليح وليدو، ارواح وليدو ارواح نعطيك حاجه وليدو ارواح نعطيك حاجه كان عبد الحق بالشيخه الهيسر، وكي تشوف الهيسر انا عندي فيديو، كي تشوف عندي تسريب تاع ذاك مسيلمة الكذاب قال لهم راهم خايفين جماعه منا، ورانا خايفين عبد الحق يديها ويكما صاوا الشعب عبد الحق مليح، عبد الحق بالشيخه مليح، عبد الحق بالشيخه مليح كيما يهدر. انا نقول لكم
هاي واه كانوا عبد الحق عبد قال لهم راه عبد الحق خايفين عبد الحق غادي يطردوا المدرب السابق ويجيبوا عبد الحق يديروا 6 في 7 لياسما يعيطوا للجارديان بالبوط ويعيطوا للثنائي الدفاع تاع اتحاد العاصمه وداوهم لعبوا وقيله ما لعبهمش كاع ما لعبهمش لعبوا لهنا وقيله مع تنزانيا داروا وقيله وراحوا لعبوا مع مصر وما لعبهمش ما لعبهمش غير داهم هكا داهم ترجر فيهم وصاي هكا ومن بعد ربي كان مع عبد الحق بالشيخه وكان مع الياس مع الدوليتيت بالشيخه ما كذب ليكيب ناسيونال ما خسر مع موريتانيا غير نتوما كنتو دايرين في مات في ريساكم تدمروا في اونترينات جيب لا خسر الله في طول ياسما ما تديش في طول ومن بعد لعبوها كاع واقفين مع الياسما يا الزيتونات يا يا الزيتونات يا وقال نبيل يعني وين واضاف نبيل معلول لا مدير فني وطني دائما على الحق يعني قال لهم وين اضاف نبيل معلول لا المدير الفني الوطني دائما على حق دائما واوضح اعرف هذه الحاله 100% هناك جهاز فني كامل يعمل ويتابع مباريات الدوري الجزائري ولهذا لديه الحق دائما وزيد يعني وغياب لاعب يعني معين وتعويضه باخر امر يحدث دائما وفي كل المنتخبات العالم وحرص على المدرب المنتخب التونسي السابق صاحب ال61 سنة على الدعم المدرب المنتخب الجزائري قائلا صراحة لا أظن يعني لا أظن بحكم أنني عملت مدير فني وطني أن مدرب يمكن أن لا يواجه دعوة للعاب يقدم له الإضافة وأردف إذ كان كذلك فهذا ليس مدرب جيد وزاد في هذه الحالة الأمر لا ينطبق على مدرب منتخب جزائري الذي أعرفه جيدا إنه رجل جيد ومدرب كبير ويعرف ما يفعله جيدا كما أن لديه الكثير من الخيارات خاصة بالنسبة للاعبين الذين ينشطون في أوروبا يعني ناس تخدم مدرب تشوف مدربين يعرف ضروك انت تجي اعلامي قال لكم راكم قلتوها لي عاودتوها لي قلتوها لي عاودتوها لي انا نوجه رساله لهذا الاعلام هذا الاعلام بوقوقو هذا الاعلام تاع بوقوقو اعلام ما تهضروش وتتكلموا على راخوك سموه على بوناصر تاع ليلي اسماء بيعوه للسد القطري باش يجنسوه انا قلت لكم ذيك الخطره وين قلت لكم في 6 شهور ولا 7 نهار اللي جاتهم رساله لهنا يعني الناس اللي هنا ما تزيدوش ترسلوا لنا اللعابه راهم فاقوا راهم فايقين بينا ويتبعوا فينا زادوا تباعوا للقطر نتحداكم انا مواطن عادي انت ولا هيسر ولا واحد اخر ولا يجي كذب شوبير بصح الناس اللي راهم يعني راني نهدر عليهم يامنوا يقول لك هذا كيف على باله باللي جاتنا له المعلومات من القطر حبسوا ما ترسلوناش اللعابه القطر حبسوا صيك علاه خاطر الدعوه زغدت من بوناصر الدعوه زغدت انكشفت زادوا نتا بوناصر منها انكشفت علاه خرجوه قالوا له باللي راه مبليسي علاه عاود ولا لو 6 نوفمبر عاود ولا يتريني قال لك العوده تاعو غادي يكمصا كي تكمل دات فيفا يكمصا يلعب وانا نقول لكم نعاود انا نقعد نهضر يا غادي قدام لا يجي تربوس تاع مارس لا بغات غير يجيبوه لا بغات غير هكا يجيبوه بوناصر هذاك لا بغات غير هكا يجيبوه ذاك اللاكس هذاك تاع الياسما جيبه هكا خاطر على بالي واش كاين خاطر كمصا ولا كمصا يتريني قال لك راح عاود ولا قلت لكم في سبتمبر نهار اللي قال لك علنوا عليه بلي راه مبليسي هي لا ماشي مبليسي غطاوه دستوه في طول ما يعيطولوش خاطش العقد اللي داره معاهم بلي تعيط لي بلادي وما نروحش نلعب ريفيزي انا نقول لكم ويلا سيفوا عليه وجابوه العقد هذاك يتلغى يولي لعب محترف وصايك هذه لعب اجنبي كما يقول لك والله ما نعطيكم نقعدوا نجبدوا لكم ما تخافوش ما نجبش اسمه واد كاع ما تخافوش انا نقول لكم ما تخافوش المهم نقلع لكم السراويل انا نقول لكم
هذه هي.